أنا حبي علي وغرامي علي مولاي مولاي أنا حبي علي وغرامي علي مولاي مولاي أنا حبي علي وغرامي علي مولاي 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 علي مولاي علي طبعا هن العالم الاسلامي ومراجعنا العظام بولاده الامام علي عليه السلام وان شاء الله ثبات على الولايه. نهن العالم الاسلامي والمراجع العظام بولاده الامام علي ابو الفقير ابو الجوعان ونهن العالم جميعا بالزياره هذه المباركه للامام علي. نهن العالم الاسلامي ومراجعنا العظام بمناسبه مولد امير المؤمنين ويعسوب الدين ونبارك للأمة أجمع بهذه المناسبة العظيمة. أنا حبي علي وغرامي علي مولى علي مولى علي أنا حبي علي وغرامي علي مولى علي مولى علي مولى علي مولى علي عامة والمذهب الشيعي خاصة ومن قبل الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه في ميلاد أمير الإنسانية الإمام علي السلام سألني المولى بحقه أن يمن علينا وعلى بلدنا بالأمان والسلام. نهني العالم الإسلامي بولادة الإمام العالم. نهني العالم الإسلامي بولادة الإمام علي سيد البشرية وابن عم الرسول وأبو السلطان سلام الله عليه والله يوفقنا ووفقكم لخدمة أمير المؤمنين. الإمام الحجة عجل الله فرجه بولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والمراجع العظام والأمة الإسلامية كافة بهذه المناسبة العطرة. إن شاء الله يدوم الخير والبركة على جميع المسلمين بهذه الولادة المباركة إن شاء الله. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بولادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولي الله وحجة الله في الأرض. نهنئ العالم الإسلامي في مولد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. أنا حبي علي وغرامي علي مولى علي مولى علي أنا حبي علي وغرامي علي مولى علي مولى علي مولى علي مولى علي وإحنا إن شاء الله بالولادة دائما نحتفل بولادة أمير المؤمنين ودائما إحنا على تواصل مع أمير المؤمنين مع كل الشيعة وإن شاء الله أن ننصر شيعتنا ونبارك للأمة الإسلامية هذا المولود الذي كان رحمة للعالمين كما كان الرسول رحمة للعالمين والذي كان أخا ومحبا ومدافعا عن الرسول وعن الرسالة وعن الإسلام فألف تهنئة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة. نسأل الله أن يرزقنا شفاعتك في الآخرة وزيارتك في الدنيا وحتى عند الممات في جوارك وأنت حامي الدار. هذا المولود الذي تفضل به وأشرف به مولود الكعبة الذي تشرف به أمير المؤمنين وتشرفت به الكعبة أمير المؤمنين الذي لم يصد ولم يصر مثله مولود وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ورزقنا الله في الدنيا زيارته وبالآخرة شفاعته. أنا حبي علي وغرامي علي مولى علي مولى علي أنا حبي